بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله النهاردة هشرح لوب او ماكسويل لوب مش ميسود او ماكسويل ميسود اول حاجة نظرية مش ديت دايما هي نظرية سهلة جدا لايجاد الطيارات في كل عنصر من عناصر الدائرة فبعمل ايه اول حاجة بحدد عدد اللوبز اللي عندنا اللي تغطي كل مكونات الدائرة فمثلا عندي دائرة زي ديت الاقي ان فيها اتنين لوبز كده حددت اللوبز افرض تيار في كل لوب فافرض مثلا تيار في الحلقه ديت في الاتجاه ده مثلا واسميه اي واحد وافرض تيار اي اتنين مثلا في الحلقه ديت واسميه اي اتنين تمام قال لك ايه بقى؟ قال لك بعد ما فرضت التيارات التيار اللي انت فرضته ده هو التيار اللي ماشي في الفرع الحر من الدايره ده يعني اي واحد ماشي في الفرع الحر ده والتيار اي اتنين ماشي في الفرع الحر ده هوت طيب اما التيار هنا اللي ماشي في R3 ده هو ايه قال لك هو محصله التيارين I1 وI2 قال لك I1 بتمر هنا في المقاومه R3 وI2 برده بتمر في المقاومه R3 يعني الاثنين وبنرجع نشوف اللي هو اكبر واحد فيهم ويبقى الاكبر بنطرحه من بنترح اللي الاصغر منه ونخلي نخلي اشاره التيار مع الكبير دائما فبطبق نظرية كيرشوف كي في ال قانون كي في ال بتاع كيرشوف في كل لوب مثلا ناخد اللوب الأول لوب 1 فبقول إن التيار أي واحد ده هو ماشي في المقاومة أر واحد والمقاومة أر تلاتة فول أي واحد مضروب في أر واحد زائد الأر تلاتة بس ده أر تلاتة ماشي فيها التيار أي اتنين فأي اتنين ده هيبقى بالسالب لأن كده هو ماشي عكس اتجاه الطيار أي واحد يبقى ناقص أي اتنين في ار ولكن لما بطبق قانون كيرشوف في عندي جهد فشوف هل الجهد ده مع الطيار ولا لا اتجاه دفع الجهد لفوق كده طيب والطيار بتاعي طالع في نفس اتجاهه يبقى هنقول يساوي في اس واحد ده قانون كيرشوف في اللوب الاول طب اللوب الثاني امشي مع اللوب الثاني هتلاقي ان اي 2 ده هو مارر في ار 2 ومارر في ار ولكن ار 3 بيمر فيها اي واحد في عكس الاتجاه كان اي 2 ماشي في الاتجاه ده وطالع كده انما اي واحد ماشي في عكس الاتجاه فيبقى بالسالب يبقى سالب اي واحد في ار 3 يساوي نشوف بقى هل في نفس اتجاه الدفع ولا لا نلاقي التيار النازل كده انما اتجاه دفع الجهد اللي فوق كده وبالتالي يبقى سالب في اس واحد وحل المعادلتين بالاله الحاسبه وطلع الاي واحد والاي 2 فهيكون عند المقاومات ديت طبعا معلومه هنطبق الكلام ده بقى في كل لوب وهنشوف مسائل هتوضح النظريه اكتر نيجي في المثال ده بيقول لي استخدم نظريه مش بحيث ان انت تجيب الطيار اللي ماشي في الفرع اي بي دهوت طب انا عندي كم مسار في هالدايره ديت عندي مسارين حلقتين طيب افرض تيار في كل حلقة، فافرض تيار في الاتجاه ده مثلا في الحلقة ديت واسميه اي واحد وافرض تيار في الحلقة دي واسميه اي اتنين، لو طلع التيار في الاخر بالموجب يبقى انا فارض الاتجاه صح، طلع بالسالب يبقى انا فارض الاتجاه غلط. تعالوا نحل كده، نستخدم أول حاجة في اللوب 1 نشوف كده اي واحد ده ماشي فين؟ ماشي في المقاومة أربعة وواحد يبقى أربعة زائد الواحد في اي واحد زائد زائد ايه بقى؟ لا مش زائد هنا التيار اي واحد هو ماشي في المقام واحد أم بس في تيار اي اتنين برضو ماشي فيها في عكس الاتجاه هتلاقي ده دفعه هنا كده وانما ده دفعه كده لفوق كده وبالتالي بقى يبقى بالسالب يبقى سالب اي اتنين يساوي نشوف اتجاه دفع البطاريه لفوق كده ويبقى والتيار برضو لفوق كده التيار المفروض في اللي فوق كده وبالتالي يبقى الجهد هنا بالموجب تمام يبقى خمسه اي واحد ناقص الاي اتنين بيساوي عشرة وديت المعادلة رقم واحد نطبق في المسار الثاني لوب اتنين هنلاقي ان الطيار اي اتنين ده هو ماشي في المقاومة واحد اوم وتلاتة اوم واتنين اوم واربعة اوم فاجمعهم كلهم تلاتة واتنين خمسة واربعة تسعة وواحد عشرة يبقى عشرة اي اتنين بس في التيار معاكس للتيار ده هو ماشي في I1 يبقى نقول سالب I1 مضروب 1 أم يبقى سالب I1 زائد عشرة I2 يساوي صفر مفيش جهود في اللوب اهو يبقى بيساوي صفر، أحل المعادلتين على الآلة الحاسبة وأطلع قيم التيارات. طلع I1 ب2.4 أمبير مية أمبر بالموجب وI2 ب من بالموجب يبقى أنا فارط كده التيارات صح، بس هو عايز التيار في الفرع ده هو. آه طب ده الاتجاهين أشوف التيار ده بيأثر فيه في اتجاه دفعه كده وده بيأثر فيه في اتجاه دفعه في عكس الاتجاه ده ده نازل عليه بالموجب سالب كده وده الموجب سالب من تحت كده يبقى نقول الكبير ناقص صغير أي الـ بيساوي تيار الكبير اللي هو اتنين وأربعة من مية ناقص تياره الصغير اللي هو 2 من عشرة يساوي واحد واربعة وثمانين من مية امبير طب اتجاه التيار فين اتجاه التيار كده مع التيار الكبير التيار الكبير طلع الاي واحد يبقى اتجاهه الاسفل يبقى اتجاه التيار الى الاسفل لتحت كده نشوف مثال تاني في الدايرة دي بيقول لنا عايز التيار في الفرع ايه بي باستخدام نظرية مش أبص في الدايرة ألاقي عندي مسارين أدي المسار الأول بفرض تيار فيه أي واحد وده مسار تاني بفرض فيه تيار أي اتنين أي واحد دوت هو اللي ماشي في الفرع الحر دوت زي ما اتفقنا وأي اتنين هو اللي ماشي في الفرع الحر دوت زي ما اتفقنا طب ده في الفرع الحر ده في تيار مصدر تيار خمسة أمبير طيب اهو معنى كده ان 5 امبير دي بيغذي الفرع دهوت الفرع الحر ده كله يبقى اي 2 كده بيساوي فعلا ال 5 امبير بس هل هو في نفس اتجاهه الاقي نفسي ان انا فارض الاي 2 في عكس الاتجاه ولكن ده الايه ده التيار ده اتجاهه لفوق كده يبقى كده بيساوي سالب 5 امبير اه يبقى انا كده جبت التيار اي 2 بسالب 5 امبير لانه بيساوي ال 5 امبير بتاعة مصدر التيار دهوت ولكن هي في عكس اتجاهها يبقى اطبق على اللوب 1 طيب اطبق على اللوب 1 كده الاقي ان التيار اي واحد دهوت ماشي في 4 و يعني 10 اي واحد ناقص 6 اي 2 طب ال 6 يبقى ناقص 6 اي 2 بقى ايه؟ بسالب 5 يبقى سالب 6 في سالب 5 يساوي هل اتجاه دفع البطارية او مصدر الجهد ده لفوق والتيار مع الفوق يبقى بعشرة فولت يبقى نقول عشرة اي واحد زائد تلاتين يساوي عشرة يبقى أي واحد بيساوي سالب عشرين على عشرة بسالب اتنين امبير يبقى برضو اتجاه اي واحد كان مفروض غلط زي اتجاه اي اتنين برضو كان مفروض غلط طيب هل اشتغل على غلطه هو الاتجاهات مفروضة غلط كده اه اي اشتغل على غلطه مش انت مين الكبير كده على الغلط بتاعنا الكبير هو الاي واحد اللي بسالب اتنين لان السالب اتنين اكبر من السالب خمس يبقى اي بي بيساوي اي واحد ناقص اي اتنين يساوي ايه بقى يساوي سالب اتنين ناقص ناقص خمسة يعني زائد خمسة بيساوي تلاتة امبير يساوي ايه تلاتة امبير طب اتجاهه يبقى فين يبقى مع الاي واحد اللي انا فرضه غلط يبقى اتجاه التيار في الإيه في الفرع اي بيساوي في نفس اتجاه التيار بتاع اي واحد اللي انا فرضه غلط وطلع بسالب اتنين اللي هو اكبر من السالب خمسة يبقى الاتجاه لتحت كده نشوف مثال اخر في الدايرة اللي قدامي دهيت ده عندي ثلاث مسارات فافرض تيار في كل مسار فافرض هنا اي واحد وهنا اي 2 وهنا اي 3 أشتغل أول حاجة في لوب 1 ألاقي التيار أي واحد ده ماشي في المقاومة اتنين وماشي في المقاومة واحد يبقى كده وماشي في المقاومة اتناشر يبقى كده نقول اتناشر أي واحد بس المقاومة أي اتنين ده بيمر المقاومة اتناشر أم بيمر فيها أي اتنين في عكس الاتجاه يبقى ناقص اتناشر أي اتنين وأي تلاتة مش ملوش تدخل في الدايرة دي يبقى زيرو أي تلاتة عشان نظبط المعادلات عشان نيجي نحلها على الآلة في هنا قوة دفعة كهربية اتجاه دفعها للأعلى كده يبقى والاتجاه الطيار معاها هيبقى بيساوي اتنين فولت تمام يبقى دي المعادلة رقم واحد احنا لازم نجيب تلات معادلات طبعا عشان نجيب كل المجاهيل طيب أخش على اللوب التاني يبقى لوب اتنين نشوفه كده نلاقي بقى؟ نلاقي الطيار اي اتنين دمار في المقاومة اتناشر وواحد واتنين يعني مجموعهم خمستاشر اي اتنين ولكن التيار اي 1 ماشي في المقاومه 12 ده عكس اي اي 2 يبقى نقول سالب 12 اي 1 زائد 15 اي 2 وفي مقاومه في مقاومه 2 اوم بيمر فيها اي 3 في عكس الاتجاه يبقى ناقص 2 اي 3 مفيش مقاومه مفيش فروق جهد يبقى زيرو مفيش اي مصدر دفع يبقى زيرو ودي المعادله رقم 2 نشوف اللوب الثالث نشوف اللوب الثالث نلاقي ان احنا عندنا في مقاومات تلاتة واتنين بيمر فيهم تيار اي تلاتة يبقى خمسة اي تلاتة تمام يبقى خمسة اي تلاتة طيب ونلاقي في طيار اي اتنين مر في المقاومة اتنين اوم يبقى ناقص اتنين اي اتنين ومفيش واي واحد ملوش اي تدخل في الدايرة ديت يبقى زيرو اي واحد في فروق جهد في فروق جهد بسالب أربعة لأن الاتجاه مش في نفس اتجاه الطيار يبقى بسالب أربعة ودي المعادلة رقم 3 نحلهم على الآلة ونطلع قيم التيارات فجبت اي واحد واي اتنين واي ثلاثة طلع اي واحد بخمسه 35% من ميه بالموجب واي ب بـ ميه بالموجب واي ثلاثة بسالب تلاته من ميه بالموجب يبقى احنا كده كنا, كنا, كنا فرضين اتجاه اي ثلاثة غلط يبقى هو في الاتجاه العكسي لده طيب هو عايز الطيار في الفرع اي بي الاقي ان التيار اي واحد اكبر من التيار اي اتنين وبالتالي يبقى اي اي بي يساوي اي واحد ناقص الاي اتنين يساوي خمسة وتلاتين من مية ناقص تمنتاشر من مية بيساوي 17 من مية امبير في اتجاه طبعا اي واحد لانه كبير اي واحد بيمر في المقاومة كده يبقى الطيار بيمر للاسفل كده وبكده يكون درس مش او ماكسويل انتهى وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات شرح اكتر ان شاء الله